منينداي كرة ملعوبة إلى خارج الملعب، رمي التماس، رمي التماس. كنا لا تغييرات بين شوطين المباراة، المدربين لربما تحضر التغييرات في الدقائق القادمة بعد مضي ربع ساعة، أو لو سجل هدف من جانب المنتخبين لربما تتبدل أوراق المدربين، تبدأ الأوراق الرابحة تظهر لدى محمد ربيع ولا عيسى ديارة. سيد عطية الكرة مع حارس مرمى المنتخب المصري، كرة على اليسار اللي محمد بكري يلعب كرة عالية بالرأس، محمد شحاتة أمامية، محاولة للمنتخب المصري وتتخلص على طول إلى محمد بكري، ملعوبة. صابو ديالو للمنتخب المصري، محمود صابر يحاول يعدي، يحاول يمر، يعدي والحكم يقول ما فيها شيء، يحاول يمر، يا سلام، يعدي. كرة على اليسار لمصلحة كيوبا، كيوبا أخذ كورته على طول، سابيو الجالي، سابو الجالي يحاول يمر وخطأ، خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي، خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي. شوف الإعادة الماضية والعرقلة كانت موجودة، وبالتالي على حسام عبد السلام، وهذه كرة مع محمود صابر، ورقم 17 ديون بوبي، ديون بوبي، وكان في على اعتبار انه في دفعه، لكن حكم اللقاء لم يحتسب شيء في الكره الماضيه. والحديث يدور بين شوطين المباراه عن هل كان هناك ركله جزاء للمنتخب المصري عندما دفع حارس المرمى اسامه فيصل وهو يمتلك الكره داخل منطقه الجزاء. راح نتكلم عن هذه، واذا كان بالامكان ممكن راح نشوف، راح نشوف. عموما لبسي جاي، لبس جاي جاي، هو اللي راح ينفذ. هل تكون اول اهداف المنتخب السنغالي؟ حكم اللقاء يستدعي محمود جهاد، واللاعب رقم 22 ساليب وجاي يطلب منهم الهدوء. وخطا لمصلحه المنتخب السنغالي، خطا لمصلحه المنتخب السنغالي. كرة اللعب عالية وحرب الرأس تتخلص، ترجع مرة ثانية لمصلحة ورايو التسلل، رايو التسلل، رايو التسلل. كرة اللعب عالية وطويلة، رأسية بتعدي، ترجع مرة ثانية لصابر أو محمود صابر على اليسار، محمد بكري، محمد بكري الكرة معه، ينقلها للأمام، يحاول يحصلها أسامة فيصل، لكن التغطية موجودة، ترجع مرة ثانية لمصلحة محمد شحاتة، محمد شحاتة يعود بالخلف إلى محمود عبد المنعم، تمريرة خاطئة على اليسار، حلوة للمنتخب السنغالي لكن بتمر إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. هذه الإعادة الماضية، شوف الرايو التسلل، برافو على مساعد الثاني، يضبط المايك الحكم اللقاء طبعا لطفي بوكاوسة، لطفي بوكاوسة سنغال. يمكن بالمناسبة يعني أكثر الدول يعني، خلنا نشوف كرة اللعب ترجع مرة ثانية لمصلحة المنتخب المصري، أكثر الدول عدد من اللاعبين، المنتخب السنغالي يسدد لعربي مختار، مرتدة سريعة، المرتدات خطرة للمنتخب المصري، عربي مختار لمحمد شحاتة، تأخر فيها محمد شحاتة، لعبها لأسامة فيصل، أسامة فيصل وتغطية موجودة، وخطأ لمصلحة المنتخب المصري، خطأ لمصلحة المنتخب المصري. تتنفذ سريعة على جهة اليسار، محمد بكري، عرضية، محمود صابر، خطير 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 محمود صبري او محمود صابر في الكره الماضيه، وبالتالي مرت سليمه، التقط هذه الكره حارس المرمى، حارس المرمى المنتخب السنغالي طبعا ابو بكر فال. واقع الار سلامات لاعب المنتخب السنغالي، وكنا نتحدث يا جماعه عن المحترفين، عن المحترفين اللي في اوروبا، واكثر دولتين في الدول الافريقيه من تذهب للاحتراف خارج اوروبا. تخيل كم عدد اللي احترفوا في
من مصر الى اوروبا طوال تاريخه. اذا نتكلم عن طوال تاريخه اكثر من 35 لاعب، والابرز لما نتكلم عن الابرز نقول 6 في انجلترا حاليا، 13 لاعب في ايطاليا، 5 في المانيا. هذه الدوريات المعروفة والمشهورة. نعم في اسبانيا ما هو موجود، لكن في المانيا وفي ايطاليا وفي انجلترا موجود. ايضا السنغال عندهم اكثر من لاعبين محترفين في المانيا وايطاليا وايضا الدوري وانجلترا. يعني عمر نياسي في ايفرتون، الفا دينكو في مانشستر سيتي، امان داي في خيتافي. هذه اللاعبين اللي احترفوا من السنغال في او ابرز الاندية، لعل الجماهير اللي يعرف ابرز الاندية موجودين الاندية المشهورة سواء في مانشستر سيتي او ليفربول، ريال مدريد، برشلونة، الكثير من الاندية اللي حقيقة هي الاشهر والابرز، بايرن ميونخ الالماني، دورتموند. هذه الاندية اللي لا شك ان الجماهير تعرف تماما هذه. وبالتالي اذا مصر والسنغال كثير من اللاعبين من يتجهون الى اوروبا. هل نشاهد احد هؤلاء اللاعبين اللي اليوم يشاركون في هذه البطولة؟ يوما من الايام هو احد الابرز، بل الابرز في احد الدوريات العالمية. كرة اللعب خطيرة للمنتخب المصري، ملعوبة للامام، خطيرة، يعدي، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب المصري، ركلة جزاء للمنتخب المصري تحتسب على حارس المرمى أبو بكر فال. شوف 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 شوف، اوهو يا أبو بكر فال، قدمك وصلت لا 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 لا، ركلة جزاء محمود صابر قوية، محمود صابر. الجمهور المصري الآن ولع المدرجات، هم معتدين المصريين، المصريين هم حيوية وعزم وهمة. اسمع المصريين هم حيوية وعزم وهمة. ركلة جزاء لمصلحة المنتخب المصري، ركلة جزاء في وقت في بداية شوط المباراة الثاني على أبو بكر فال، ولا لازال هو يتلقى العلاج. هدف ممكن إذا جاء الهدف راح يشعل المباراة. هذا من اللي عند القائم، هذا هو المدرب ولا الإداري؟ راح نشوف. هذا المدرب ايش وصل هنا؟ المدرب وصل الى المرمى لتوجيه لاعبينا. المدرب ايش وصل هنا؟ الحكم يعطيه بطاقه صفراء. نعم، شو اللي جابك هنا صح؟ شو اللي جابك هنا؟ هو الحكم تفاجئ، يعني المدرب وصل للمرمى. يا جماعه وصل للمرمى عند القائم وقاعد يوجه لاعبين. شوف هذا هو المدرب يا اخي. عيسى دياره وين رايح يا عيسى دياره؟ وين رحت يا عيسى دياره؟ يا اخي مكان المدربين معروف، انت رحت عند القائم هناك. حصل على بطاقه صفراء عموما مدرب المنتخب السنغالي لتواجده عند المرمى يوجه لاعبينه. عموما ركله جزاء، اسمع الجمهور المصري، يا رب يا رب. من اللي راح ينفذ؟ ابراهيم علي وابو بكر فال. هل يعوض ركله الجزاء اللي تسبب فيها ابو بكر فال وابراهيم علي؟ ابراهيم علي وابو بكر فال. يا اخي مالي المرمى ما شاء الله. ابو بكر فال طويل، وابراهيم علي، ابراهيم علي هو اللي راح ينفذ. ابراهيم علي امام ابو بكر فال، هل تسجل اول اهداف المباراه؟
هل يكون هدف مصري؟ ابراهيم علي يتقدم، جول جول! المصريين هم حيوية وعزمة وهمة، المصريين هم حيوية وعزمة وهمة. يسجل ابراهيم علي هدف اول، هدف اول لمصر، هدف اول لمصر، هدف اول لمصر من ركلة جزاء. ابراهيم علي يسجل هدف اول، هدف اول. اسمع الجمهور ولع المدرجات، شو ابراهيم علي قوية، راح لها ابو بكر فال، لكن حقيقة كانت قوية، بعيدة بعيدة عليك يا فال، بعيدة عليك. وهذا ابراهيم علي اللاعب المميز في المباراة حتى الان. اشتعلت المباراة، كرة ملعوبة على في وسط الملعب، هذه الإعادة الماضية وهذه الفرحة المصرية ولاعبين مصر. ابراهيم علي يقود هجمة اخرى، لكن ترجع مرة ثانية لمصلحة المنتخب السنغالي. على اليمين محاولة، خطأ لمصلحة السنغال، خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي. يحاول يعدي، السنغال يبحث عن التعويض، يعدي بشكل ممتاز، خطيرة للسنغال، تتسدد، ترجع مرة ثانية، محاولة، يحاول يعدي، يحاول يعدي، يوقف على باي مايتر، عرضية للسنغال، تتخلص، ترجع مرة ثانية لمصلحة محمد شحاتة، خلصها محمد شحاتة، رأسية، ترجع مرة ثانية لعربي مختار، مختار يا سلام، بيعدي بمر، يلعبها لمحمد شحاتة، محمد شحاتة يلعبها خاطئة، استعجل فيها محمد شحاتة بالكرة الماضية، ترجع مرة ثانية في وسط الملعب. عط المدرج، شعل المدرج، اسمع اسمع، باي ماتر يلعبها على طول، محاولة لمصلحة المنتخب السنغالي، وخطأ في مكان خطر جدا. ولسه الجمهور المصري بيقول ولسه، لكن نعم المباراة لسه لسه، والسنغال ممكن يكون عنده كلام ثاني، ممكن يكون عنده كلام ثاني. هذا ساليبو جاي، وعربي مختار عرقل ساليبو جاي في الكرة الماضية في مكان خطر جدا على المنتخب المصري. هذا الجمهور لم يصمت طوال المباراة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. عموما خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي، باي ماتر خطير نفذ خطأ في الكرة الماضية أو في شوط المباراة الأول، من كرة مثل هذه الكرة وكانت خطيرة على سيد عطية، لكن كان تألق فيها سيد عطية وانتهت الكرة إلى سليمة على مرمى المنتخب المصري. عموما هل باي ماتر ولبسي جاي، باي ماتر، باي ماتر، وخطأ للمنتخب السنغالي، باي ماتر، حائط صد للمنتخب المصري. هل تكون أول أهداف أو هل يعادل السنغال من كرة ثابتة، كرة اللعب، جول جول! هدف للسنغال، هدف للسنغال، جميل جدا جميل جدا جميل جدا جميل جدا للمنتخب السنغالي. وين رايح وين رايح؟ اوه، راح للجمهور المصري، راح للجمهور المصري، والجمهور السنغالي الان بطاقة حمراء، بطاقة حمراء على اللاعب، كرت احمر، كرت احمر. هو ولعت المباراة، ولعت المباراة، رقم 17. ديون بوبي، ديون بوبي، ديون بوبي يطرد لحقيقة استفزاز للجمهور المصري بعد تسجيل الهدف التعادل، بعد تسجيل هدف التعادل ديون بوبي ذهب إلى الجمهور المصري وبدأ يستفز الجمهور المصري، وبالتالي الحكم أشهر بطاقة حمراء. الجمهور المصري شوف 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 شوف، يا عيني عليك، يا عيني عليك، حلوة يا باي ماتر،
جميلة جدا جميلة جدا. هدف تعادل، قايل لكم ان باي ماتر خطير في الكرات الثابتة، وهذه هدف جميل جدا. صعبة يا عطية، عطية ما يقدر يجيبها عطية، وبالتالي هدف جميل. شوف هذا هو، هذا هو، شوف هذا الاستفزاز اللي عمله، هذا الاستفزاز اللي عمله ديون بوبي، وهذا هو المدرب. سجود شكر لله يعني، لكن طرد، ايش اللي استفاد؟ عموما عطنا المدرجة، عطنا المدرجة مخرج. شوف ما شاء الله تبارك الله، حضور كبير للجمهور المصري في هذا اللقاء. عموما طرد على لاعب المنتخب السنغالي، شوف الكثافة الموجودة، وهذا الجمهور السنغالي بالرغم سعادته بتسجيل هدف التعادل، إلا أنه أيضا حزين على طرد كابتن فريقه اللاعب ديون بوبي اللي طرد بسبب استفزازه لي. طبعا حتى الآن لم يخرج. الآن الجمهور، الآن الجمهور على ديون بوبي، الآن الجمهور على ديون بوبي. اسمع، ديون بوبي انت اللي جبتها لنفسك، وين رايح؟ ديون بوبي. عموما اعصابك شوي، ديون بوبي مطلوب منه مغادرة حتى ممر اللاعبين، هذا النظام مطلوب منه انه يغادر حتى لا تكون ايضا الامور مع الجماهير في احتكاكات او مشابه. عموما طرد ديون بوبي، وربع ساعة مشاهدينا الكرام، محبينا في كل مكان، محبي الرياضية السعودية أينما كنتم، التعادل 1-1. أيضا أحد إداريين المنتخب السنغالي توجه إلى ممر اللاعبين، ورجال الأمن يطلبون منا مغادرة الممر. رجال الأمن يقومون بواجبهم، الله يعطيهم العافية، حقيقة هذا واجبهم، ودائما ما يقومون بكل شيء في هذه البطولات، ويقومون بالواجب وتأدية الواجب على أكمل وجه حقيقة. شكرا لكل وزارة الداخلية على أدائها في وطبعا في هذه البطولة. كرة اللعب عربي مختار إلى محمود عبد المنعم. محمود عبد المنعم يلعبها على طول، بتمر تخلص ترجع مرة ثانية لمصلحة المنتخب المصري. عربي مختار للخلف، عادوا بالتعادل، لازال ديون بوبي في الممر. كرة اللعب بتمر على طول، طبعا رجال الأمن واقفين علشان لا يحصل أي شيء مع الجمهور المصري من استفزاز من اللاعب أو شيء، وبالتالي هذا اللي نقول لكم يعني ما شاء الله لكل رجل أمن موجود في الملعب، ولكل وزارة الداخلية جميعا شكرا من القلب على كل واجب تقومونه تجاه أي مواطن سواء سعودي أو وافد. إذا تبديل، تبديل للمنتخب السنغالي رقم 13، رقم 13. راح نشوف اللاعب البديل، بكري جوباي، بكري جودو باي بدل اللاعب رقم 18 كيوبا، بكري باي، بكري
وبطاقة صفراء على كيوبا رقم 13 بكري جوباي. بكري جوباي هو البديل، بديل للاعب طبعا يعني الان يلعب ناقص المنتخب السنغالي. اذا الحكم الان يتجه الى، قايل لكم ان النظام لا يسمح، نظاما في عالم كرة القدم لا يسمح لك الوقوف هنا في ممر اللاعبين او على المضمار. يجب ان يغادر الملعب، يجب ان يغادر الملعب. اذا الحكم لطفي بوكاوسا يطلب من احد ان شوف، هذا بوكاوسا يطلب من اللاعب المغادرة ممر اللاعبين، واللاعبين يرفض، واللاعب يرفض، يجب عليه المغادرة. اذا الحكم لا زال واقف، اوقف اللعب، واعضاء اللجنة متجهين ايضا. اللجنة المنظمة، مراقب المباراة متجه الى اللاعب لمغادرة الممر، لمغادرة الممر. الحكم يتحدث مع المدرب، يتحدث مع المدرب. المدرب الآن طلب من أحد الجهاز الفني أو الإداري الذهاب للاعب حتى يغادر ممر اللاعبين. هذا هو المدرب، وهذا اللاعب لا زال واقف مصر أن لا يغادر، لكن الحكم راح يستأنف اللعب على أساس أنه راح يغادر من مع أحد الأجهزة الفنية أو الإدارية اللي اتجه الآن للاعب حتى يغادر. كرة اللعب سنة في اللعب، محمود جهاد في الكرة الماضية خطأ في وسط الملعب، اشتعلت المباراة، هدف السنغال، هدف مصر. كرة اللعب ناحية اليسار لمصلحة محمد بكري، محمد بكري كرة النقل ومحاولة ترجع خطيرة، لكن ترجع لمصلحة المنتخب السنغالي. مبكر فال، أذكر مشاهدينا الكرام أن لن تكون هناك أشواط إضافية إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة بتعادل المنتخبين، راح نتجه مباشرة إلى ركلات الترجيح، راح نتجه إلى ركلات الترجيح. كرة ناحية اليسار للأمام، حاول يحصلها باي ماتر صاحب الهدف التعادل على المنتخب المصري، وبالتالي رمي التماس لمصلحة المنتخب السنغالي اللي يلعب ناقص مع الطرد ديون بوبي اللي أحدث ضجة كبيرة حتى الآن فيه مع الجمهور ومع الحكم. عموما كرة ملعوبة للأمام، باي ماتر محاولة للمنتخب السنغالي، حاول يعدي، تقدم فيها حسام عبد السلام، تخلصت من المدافع، ترجع مرة ثانية لمصلحة المنتخب المصري، خطيرة خطيرة للمنتخب المصري. محمود صابر يهيئ نفسه ويسدد، جول. أوه حلوة الكرة الماضية، العارضة تقف أمام المنتخب المصري، حلوة يا محمود صابر، حلوة من محمود صابر حقيقة الكرة الماضية، تسديدة قوية جدا، مرة سليمة، هذه خطرة يا سيد عطية، لعبها إلى حسام عبد السلام، حسام عبد السلام لمحمد بكري، خطرة كانت للمنتخب المصري. على اليسار محمد بكري، محمود جهاد، حلوة، بيحاول يعدي، بيحاول يمر، ترجع مرة ثانية للمنتخب السنغالي. الآن المنتخب السنغالي ممكن يكون خطير في المرتدات مع ماتر، يحاول يعدي، يحاول يمر، يعدي سامبا ديالو، سامبا ديالو، لكن مقطوعة من سامبا ديالو. ترجع مرة ثانية لمحمود جهاد، محمود جهاد يتقدم، محمود جهاد يتقدم، يبحث عن زمين، نقلها لليسار، 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 إبراهيم علي بيعدي، بيعدي، بيحاول يمر، يلعبها للأمام، مقطوعة، ترجع للمنتخب السنغالي، هذه المرتدة خطيرة، سامبو ديالو،
سامبو دياولو ناحية اليمين يتقدم ينتظر زملائه يحاول وخطأ خطأ للمنتخب السنغالي هذه الإعادة الماضية. وخلنا نشوف إعادة المنتخب المصري في التسديدة محمود صابر. الله شوف 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 جميلة جدا لاحظ تقدم الحارس ولعبها بشكل ممتاز وجميل واصطد العارضة تقف مع السنغال في الكرة الماضية. اوهو صعبة كانت على ابو بكر فال، ولكن العارضة ابو بكر فال تنقذ السنغال من هدف ثاني للمنتخب المصري. خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي، خطأ للسنغال على تنفيذ اللاعب اندو فال وخطأ. كرة اللعب عرضية نقل ترجع مرة ثانية، محاولة تتخلص من المدافع، ترجع مرة ثانية من جديد لمصعد السنغال وتسديدة من بعيد إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب المصري. بدأت الفلاشات تظهر في المدرجات وهذه العائلات والجمهور المصري سعيدين يقضون أجواء جميلة هنا في هذا الملعب البطولة طبعا. وهذا الجمهور السنغالي شوف على التشجيع، هذا هو طريقتهم بالتشجيع الأفارقة كذا داخل وتحضر البطولات الأفريقية هناك في المدرجات. منظر جميل، اسمع كرة اللعب في وسط الملعب نقلها ناحية اليسار لمصلحة المنتخب المصري. محمد بكري في وسط الملعب لمحمود جهاد، نقلها على اليسار لمحمد بكري. شوط ثاني تساوى في كل شيء، المنتخبين في السيطرة في الاستحواذ في الوصول في الخطورة. كرة تعود من جديد لمصلحة المنتخب المصري، محمود جهاد عربي مختار كرة معاه ينقلها من خلف المدافعين بشكل ممتاز لابراهيم علي، يحاول يعدي يحاول يحصلها خطيرة لمصر خطيرة جول ممكن. اوه تتخلص ترجع الى عبد الرحمن العشري وخطأ على محمود عبد المنعم، والبطاقة الصفراء حاضرة على محمود عبد المنعم، بطاقة صفراء دافعة على محمود عبد المنعم في الكرة الماضية. نعم كان في دفعة واللاعب وقع على الارض سلامات رقم 22 ساليب وجاي وقع على الارض، وبالتالي خطأ للمنتخب السنغالي اللي يلعب ناقص لاعب، والمنتخب المصري هو من بادر بالتسجيل عن ركلة جزاء سجلها ابراهيم علي. عاد للنتيجة المنتخب السنغالي من كرة ثابتة ايضا من خطأ سجل باي ماتر. هذا الجمهور السنغالي اللي يخترع كثير من الجمهور المصري، عدد الجمهور السنغالي قليل والجمهور المصري يطالع الجمهور السنغالي ويعني على التشجيع عمل السنغالي وعلى حركات الجمهور وتشجيعهم وطرقهم في التشجيع. كرة اللعب على اليسار محاولة يحاول يعدي ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة زاوية لمصلحة المنتخب السنغالي، يحاول يعدي عالية وطويلة تتخلص من المدافع تعود لمحمود جهاد، لعبها إلى محمد بكري يبحث عن زميل، حلوة لإبراهيم علي يحاول يعدي إبراهيم، خطأ لمصلحة إبراهيم علي. لاعب يعني إمكانياته ممتازة جدا، وإذا تتذكر كلامي في بداية شوط المباراة الأول
قد حط بالك على هاللاعب. ابراهيم علي لاعب امكانياته عاليه جدا وهو اللي راح يعمل عمل كبير في مع المنتخب المصري. كره اللعب ملعوبه بتعدي ترجع مره ثانيه تتخلص من المدافع الى خارج الملعب. كل المنتخب السنغالي متراجع الان نص ساعه مشاهدينا الكرام محبينا في كل مكان. التعادل 1-1 بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي هنا في الدمام هنا في استاد الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز هنا في كاس العرب تحت العشرين عام. كره ملعوبه ترجع مره ثانيه تتخلص تعود من جديد لمصلحه المنتخب المصري. خطيره ركله جزاء ركله جزاء للمنتخب المصري ركله جزاء للمنتخب المصري واحتجاز لاعبين المنتخب السنغالي يعرف لهجته هم يتكلمون فرنسي. واي خطا خطيره للمنتخب المصري وكان في تهور لكن راح نشوف وراح نقول راينا. شوف عموما ركله جزاء شوف 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 الاعاده شوف شوف محمد شحاته محمد شحاته وتهور اوهوهو لا بلنتي يا اخي بلنتي يا اخي بلنتي يا اخي ايش اللي عملته بالكرة الماضية شوف بلنتي واضح وما يحتاج فار حتى لو الفار ما هو موجود ما يحتاج فار والفار ما هو موجود بلنتي على عبد الله نداي بلنتي على عبد الله نداي المنتخب المصري ومحمد شحاتة لا زال وقع الارض والاحتجاجات لا زالت موجوده حكم اللقاء عموما ركله جزاء للمنتخب المصري ركلة جزاء هل يتقدم المنتخب المصري أم على المنتخب السنغالي؟ جمهور جمهور حقيقة يا أخي دوام لكرة القدم جمهور يعني دائما ما في المدرجات يحيي المدرجات الجمهور المصري معروف عموما ركلة جزاء هل ابراهيم علي هو اللي راح ينفذها لا تركها لمحمد بكري الجمهور المصري يقول يا رب وركلة جزاء ممكن تعطي الأفضلية للمنتخب المصري محمد بكري الظهير الأيسر للمنتخب المصري راح يتقدم يسجل جول أوهو ضاعت ضاعت على المنتخب المصري ضاعت على المنتخب المصري يا أخي بدع أبو بكر فال هذا بدع أبو بكر فال أبو بكر فال تصدى للكرة وركلة زاوية للمنتخب المصري ركلة زاوية للمنتخب المصري كرة اللعب عالية وطويلة محاولة خروج حارس المرمى أبو بكر فال خروج حارس المرمى أبو بكر فال وعربي مختار بكل روح رياضية عالية أبو بكر فال التقط الكرة من أمام كل اللاعبين شوف شوف أبو بكر فال مع العشري وهذا محمد بكري وأبو بكر فال يتصدى للكرة الماضية تصدى للكرة الماضية محمد بكري كان ممكن يضع المنتخب المصري في تقدم شوف الحسر على محمود جهاد وعلى حسام العشري ولاعبين المنتخب المصري على ضياع ركلة جزاء كانت ممكن
يا محمد ربيع أن تضع المنتخب المصري في الأمام وتريحه من ركلات الترجيح أو تريحه في الدقائق القادمة فيما لو انتهت المباراة بتقدم المنتخب المصري. ولكن هذا أبو بكر فهال، هذا الحارس اللي تألق بركلة الجزاء، وهذا الجمهور السنغالي الآن عادت الروح له، وهذا اللاعبين الآن في توجيهات نلعب ناقصين وعليه أن نلعب بشكل تركيز المدرب ومساعدة عيسى ديارة والجمهور. وبالتالي الدقائق القادمة العشر دقائق الأخيرة محمد ربيع راح تشهد الكثير والكثير من الإثارة في الدقائق القادمة. مصر والسنغال، مصر والسنغال، ومن يصل إلى النهائي ليواجه تونس. عموما قام بالسلامة أبو بكر فال، أبو بكر فال خطأ، خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي. أبو بكر فال كرة لأبو بكر فال، يلعب كرة عالية عالية باتجاه المدافع المصري، خلصها عربي مختار، تعود من جديد رأسية من اللاعب عبدو سيد، ولكن إلى حارس المرمى سيد عطية. حسام العشري أو عبد الرحمن العشري إلى حسام عبد السلام، عبد السلام يلعب كرة للأمام بتمر إلى حارس المرمى أبو بكر فال. أبو بكر فال، السنغال يبحث عن أن ينهي شوط المباراة الثاني والوقت الأصلي بهذه النتيجة كونه يلعب ناقص، يلعب على المرتدات. يقول لك أوصل إلى ركلات الترجيح، ألعب على الأمان، كرة تتخلص، شوف هذه كرة خلصت من وسط الملعب إلى حارس المرمى سيد عطية. واضح تماما عزيزي المشاهد ان المنتخب السنغالي الان خصوصا بعد طرد اللاعب ديون بوبي طبعا يسعى بركلات ترجيح، يحاول في اكثر محاوله وان كانت خجوله، ولكن ممكن ان يسجل من خلاله في اي مرتده. باي ماتر يحاول يعدي، تقدم جهه اليمين الظهير الايمن بشكل ممتاز، اندوفال قطع محمد بكري، تعود من جديد الى ابراهيم علي، ابراهيم علي في وسط الملعب، تعود للمنتخب السنغالي، السنغال يحاول يعدي لكن مقطوعة من المدافع، حلوة للمنتخب المصري يحاول يمر، يعدي إبراهيم علي وخطأ. أوه أوه. سلامات سلامات سلامات، ما كان فيها تعمد، يبدو لي إن ما كان فيها تعمد. شوف شوف عدى من اللاعب بكري جوباي واصطدم اللاعب رقم 14 عبد السيد، يعني هو ما عدى من الاول، الثاني شوف واصطدم فيه سليم، سليم ابراهيم علي، سليم ابراهيم علي. عموما كرة اللعب ناحية اليمين عالية وطويلة باتجاه ابراهيم علي، لكن بتمر الى محمد بكري، للخلف الى عبد الرحمن العشري في وسط الملعب، محمود جهاد عربي مختار، الكرة معه ينقلها للأمام إلى محمود صابر، يحاول يعدي، تغطية موجودة من عبد الله الداي، تتخلص من عبد الله الداي إلى باي ماتر، باي ماتر يحاول يمر يلعبها لكن خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي، خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي. كرة تتلعب تعدي على طول محمود جهاد في وسط الملعب، بتمر بشكل ممتاز، محمود جهاد على اليسار يلعبها لمحمد بكري، محمد بكري الكرة معاه ناحية اليسار لابراهيم علي، يبحثون عن مساحة المنتخب المصري. عادت السيطرة لدى المنتخب المصري كما ذكرت، والمنتخب السنغالي هو من يعتمد على المرتدات، سيطرة استحواذ لدى المنتخب المصري، يبحثون عن مساحة عن وصول على مرمى بكر فال، أضاعوا ركلة جزاء المنتخب المصري كانت ممكن أن تضع المنتخب المصري بالأمام بهدف وفارق هدف. كرة اللعب
بتمر يحاول يحصلها يعدي خطيرة جول جول لكن تعدي تعدي عدت يحاول على اليسار عدي تتخلص للمنتخب السنغال في وسط الملعب آخر خمس دقائق آخر خمس دقائق المنتخب المصري لم يجري أي تغيير محاولة على طول وخطأ على عربي مختار خطأ على عربي مختار شوف الإعادة الماضية عربي مختار خطأ واضح والعرقلة موجودة وبالتالي خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي أيضا هناك لاعب واقع أيضا على الأرض من المنتخب المصري ولاعب من المنتخب السنغالي شوف هذه الإعادة الماضية اللي أسامة فيصل عدى بشكل ممتاز ولعبها لكن تصدى لها أندو فال ومرة سليمة على مرمى المنتخب السنغالي لا زال لاعب المنتخب المصري يتلقى العلاج حكم لقاء يطلب العلاج أو مغادرة اللاعب خارج الملعب تغيير قادم للمنتخب السنغالي في الدقائق الأخيرة من زمن شوط المباراة الثاني والوقت الأصلي والنتيجة 1-1 1-1 المنتخب أو الجمهور المصري الآن كان يأمل بأن ركلة الجزاء تسجل في الكرة الماضية ويحتفل مع فريقه طبعا التأهل إلى النهائي أمام تونس يوم الأربعاء القادم هنا في استاد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز في الدمام راح يكون النهائي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله أمام المنتخب التونسي من يكسب هذه المباراة السنغال مصر أيضا لن يكون هناك أشواط إضافية راح تكون الركلات الترجيح مباشرة بعد المباراة إذا راح يغادر اللاعب رقم 22 ساليبو جاي والبديل أيضا تبديل آخر تبديلين واضح إنه على أساس ركلات الترجيح رقم 20 ريموندو أندرو اللي نزل أندرو وبديل آخر للمنتخب السنغالي اللاعب اللي أصيب يبدو لي اللاعب اللي أصيب إذا نعم ساليبو جاي اللاعب اللي وقع قبل قليل عموما خطأ لمصلحة المنتخب السنغالي خطأ خطير على المنتخب المصري وبالتالي راح نشوف خطأ للمنتخب السنغالي والاحتكاكات بدت يا أخي في أفريقيا متعودين هذه الاحتكاكات اللي تصير والحكم يتجه للاعبين يطلب الهدوء وخطأ لمصلحة المنتخب السنغالي خطأ خطر في آخر دقيقة في آخر دقيقة السنغال ناقص لاعب هل يسجل على المنتخب المصري أم تمر سليمة عبد الرحمن العشري ورقم 13 بكري جوباي شوف بكري جوباي يا اخي اهدى شوي بكري جوباي وحسام راح نشوف اذا خطا للمنتخب السنغالي كرة اللعب محاولة خلصت على طول سيد عطية خلصت سيد عطية تعود للمرتدة للمنتخب المصري أربع دقائق وقت بلا ضايع عربي مختار خاطئة من عربي مختار ترجع مرة ثانية
اللي على اليسار لمصلحة العربي مختار، خطأ لمصلحة المنتخب المصري، لمصلحة عربي مختار. أربع دقائق وقت بلا ضايع، شوف العرقلة كانت موجودة على اللاعب البديل اللي نزل أندرو ريموند أندرو. كرة تلعب ناحية اليسار لمحمد بكري أو إبراهيم علي. إبراهيم علي حاول يعدي، حاول يمر، يمر، يعدي، يعدي، يمر ويسدد جول. أوه، عدت يا مصر، عدت وقد سليمة على السنغال. إبراهيم علي مر بشكل ممتاز وسدد كرة قوية 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 جدا حلوة. إبراهيم علي مرت جميلة، ومتابعة أيضا من حارس المرمى أندوفال. تغيير أحمد عاشور، أحمد عاشور بدل اللاعب عربي مختار. أحمد عاشور والبديل راح يخرج الآن عربي مختار، وأحمد عاشور هو البديل. وأربع دقائق وقت بلا ضايع، ركلة مرمى تتنفذ على طول عالية وطويلة، بتعدي بالرأس، خطأ لمصلحة مصر، خطأ لمصلحة المنتخب المصري. كرة تتنفذ، هذه الإعادة وهذا الخطأ لمصلحة عبد الرحمن العشري. كرة ملعوبة، محمود عبد المنعم، أحمد عاشور، عاشور يلعبها للأمام، خاطئة، تتخلص من المدافع. خلاص كل المنتخب السنغالي متراجع الآن، آخر دقائق وقت بلا ضايع، يلعب على ركلات الترجيح، هو ناقص لاعب. أذكر أن مصر أضاعت ركلة جزاء، سجلت الهدف الأول من ركلة جزاء وأضاعت ركلة جزاء في الدقيقة 30 من شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة، ملعوبة لمصلحة أحمد عاشور، يحاول يعدي، يحاول يمر، يمر بشكل ممتاز، يمر إبراهيم علي، يمر، الحكم يقول ما فيها شيء، الحكم يقول ما فيها شيء، بتمر لعبد الرحمن العشري، عالية وطويلة، محاولة لمصر، وها وين، تتخلص من المدافع السنغالي، تعدي عالية إلى خارج الملعب، إلى رمي التماس، رمي التماس للمنتخب المصري. حتى الآن نلعب في الوقت بلا ضايع، راح تكون ركلات الترجيح. شوف هذه إعادة إبراهيم علي اللي طالب فيها خطأ، ما فيها شيء إبراهيم علي. شوف كرة اللعب ناحية اليسار، يحاول يعدي، يمر إبراهيم علي، لكن التغطية موجودة إلى خارج الملعب، ركلة زاوية، لا ربما تكون الأخيرة، لا ربما تكون الأخيرة، ركلة زاوية للمنتخب المصري، ركلة زاوية. كل لاعبين المنتخب السنغالي داخل منطقة الجزاء، والدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع، انتهى الوقت، وركلة زاوية. كرة اللعب عالية بتمر بالرأس، وخطأ، خطأ. وبهذه اللحظة أطلق مشاهدينا الكرام حكم اللقاء نهاية المباراة في طبعا بالتعادل 1-1. راح نتجه إلى ركلات الترجيح بين المنتخبين، منتخب مصر ومنتخب طبعا السنغال. راح يعطون طبعا راحة لدى اللاعبين قبل إجراء القرعة، من يبدأ الأول ثم الثاني. هل نستمر ولا